السلام عليكم. السلام عليكم. بدويش يعني بس الاعلان ذا في تخصص الكترونيات. بدويش تخصص الكترونيات. اذا صار في اعلان حق ميكانيكا وازياء انت. لا ما يدخلني في البيت وتحيي هذا. امانه راح اقول لك من اخر سلك. احترم نفسي. لا بس دقيقة يا اخوي يا اخوي انا عندي تخصصات سنابنا في تخصصات لا صار الاعلان حق ازياء ايش قايل لك انا يا محمد علي لا صار ازياء النوري نوري شوف هاك حتى الاستيكر ذا الاستيكر مالك مش انا ملابس يمكن انا هذا خشخات يوم ازياء معك مع بدوي كان نوري وسع صدرك وسع صدرك مفروض على هالكاش هذه تستفيد علم اي ما في هذا الكلام الشك هذا على الاقل وقف يا امي وقف يا امي حط مساحه التيشيرت دي بتويت اكو تراي احترم نفسك يجيب لي طاري طاري فاهم قلت عنا اقول لك احلى احترم نفسي قلت عنا كفخت محمد علي اركب 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 انت وربعك ثاني اركب منك 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 محمد علي وزيارته وينه شوف جنبي انا لسه في السياره كذا يضحى اوادم انت اوادم شوف شوف الله يعينك شوف الهالة سدتك خربانة يا جد يا خربانة احترم نفسك امسك يلا دخلوا يلا الله يعينك الله يعينك الله يعينك رضوك رضوك ربعك والله يرضوك يلا 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 حبيبي يلا تفضل تفضل حبيبي كلم علي كلم علي نسوي لك شيء خلاص خلاص دقيقة دي بدويش سولف يبا خلي فوج علي نحولها جد ما ادري عنك انت يا خلاص يبا اذا بتتهاوشون شوف لكم سيارة ثانية جيبني بالطار جيبني بالطار انا ما كلمت صراحة معصب ومشى على الكرسي مال محمد علي هذا انا اقول لك هاد فهم اسمع خلاص سيارتك ناويين عليها سيارتك خلاص وسع صدرك وسع صدرك سير قاعد يقرضونه قراب وسع صدرك وسع صدرك اسمع اصعد اص انت وياه ولا اسمع نفس اص خلاص 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 يا شباب دويش خلاص عقلوا 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 ولا نفس خلاص يا نوري عقلوا 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 ما بنلعب يعني فاهم انا ربعك ثاني بالله اسمع من لا 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 ما سوينا هو اللي قال فرط رام وديش وديش كمل الكرسي كمل الكرسي كمل خلاص يا محمد خلاص خلاص توكل على الله تعالى الحلال خلاص ما حصل للخير خلاص جبها ركبها والله ركبها خلاص مسحف وجهي خلاص خلاص مسحف وجهي تأسفوا تأسفوا للرجال احنا ما ابغى سجن خلاص خلاص يا اخي خلاص ترى جب جب ركبها يا نوري ركبها خلاص خلاص هلا بدويش اقعد عاقل كيف انا كيف ما اقدر ترى انت خلاص
عشوني عشوني والله يصلحون لك الكرسي والله. حب حب راسه حب راسه بدويش حب راسه حب راسه شطوله يلا خلاص يلا يلا مشينا مشينا خلاص كل شيء تصلح كل شيء تصلح يرجع يرجع ذا مره ثانيه تعال 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 ارجع حب راسه يلا 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 مشينا يلا مشينا مشينا خلاص خلاص يتصلح يتصلح ما عليه ما عليه كيرون انت فار فار انت الفار ما عليه ما عليه يتصلح 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 ما عليه بسلامة ما عليه ما عليه خلاص اخبار شوف اخبار والله معظم معظم بدويش بدويش حب راس محمد علي حبه حبه يستاهل غصب عليك غصب عليك استاهل غصب علينا اي حب بس 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 خلاص 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 صدق توكل على الله يا محمد توكل على الله دمر السيارة ما عليه ما عليه كرسي تلبيس اللي قد والله والله شاهو دمرتوه وذي دمرتوه ما عليه محمد والله اجمل شوف هواك الكرسي جميل والله جميل الاسود مو بحلو صح ولا لا النور قول لي يا محمد علي شغل سيارة هذا انا اقول لك من اليوم رايح اخر مشوار بعد منكسر ذا هذا اخر مشوار بالسياره ذي ان شاء الله ان شاء الله لا تقول لي شق السياره ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه جايب سياره النوري نجي نروح اعلمكم هب سيارتي ولا نجيب سيارتك ما من شاب ولا كلمه لا خلتوني اعرف اسوق لا خلتوني والله خلاص زين خلاص خلاص يا محمد علي خلاص خلاص امورك طيب ان شاء الله تلبيس كامل لسيارتك على حساب بدويش والنور يبشر يستاهل 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 شاب 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 خلاص قال لك شاب 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 كم مره قلت يا ابوي